اكتر بقى يا كابتن عن الاربع استادات اللي تمام هيكونوا بيستضيفوا البطوله. تمام حاضر. طيب احنا واخدين كلجنه منظمه البطوله بتنقسم ايه؟ في اللجنه العليا برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي، والمقرر بتاع اللجنه العليا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه والشباب، ومجموعه من الوزراء المعنيين كل في تخصصه. دي ما يسمى اللجنه العليا. ودي بعديها بيبقى في اللجنه المنظمه. المهندس هشام نصر هو رئيس اللجنه المنظمه، وانا مدير البطوله، ومعانا مجموعه من الزملاء الافاضل اللي هم بيكونوا تشكيل اللجنه المنظمه. ده مبدئيا كده الاستراكشر بتاع الحته دي. بنشتغل على محورين، محور الناحيه الانشائيه متابعه اربع صالات كملاعب رئيسيه للبطوله، ثم بعد ذلك تم اختيار برضو بالتعاون مع الاتحاد الدولي 9 ملاعب اخرى بنشوفها دلوقتي وبنجهزها دلوقتي، بحيث ان الاتحاد الدولي لما يجوا في الزياره التفتيشيه القادمه يبصوا معانا ويختاروا من ملاعب التدريب. يبقى احنا بالنسبه للناحيه الانشائيه عندنا ملاعب رئيسيه للمباريات، ثم بعد ذلك ملاعب للتدريب. الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه التنظيميه هنبقى نتكلم فيها. بالنسبه بقى للملاعب الرئيسيه هم 4 صالات، 3 منهم جداد نوفي، يعني لسه كانوا عباره عن ارض بالظبط يعني الحمد لله رب العالمين، ما حدش كان مصدق النهارده ال4 صالات واحده فيهم حجم الانجاز فيها وصل ل 98% اللي هي بتاعت العاصمه الاداريه، فتعتبر خلاص لان حتى مثلا 2% احنا كان لنا بعض الحاجات مثلا زي الارضيات ما تتركبش، الارضيات اللي هي المفروض هتلعب على البطوله ما تتركبش غير في مواعيد معينه، فحتى نسبه ال 2% بمزاجنا بمزاجنا لو عايزين نقول كده. بالنسبه للصالتين التانيين اللي هم برضو جداد خالص، اللي هم صاله 6 اكتوبر وصاله برج العرب، الرينج بيتراوح ما بين 80 ل 85% من الصالتين مع بعض. بنرجع تاني برضو في الحق يقال ان احنا بنشكر يعني وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية، دول بقى ولا عندهم كورونا مش كورونا، هم شغالين الحمد لله بجد شغالين كويس جدا جدا، عملوا حجم انجاز رهيب، وما فيش حاجه الا يعني زي ما بيقولوا كده زي ما هي مدروسه محطوطه مظبوط. فالحمد لله رب العالمين في اخر زيارات لنا مع الدكتور حسن مصطفى والدكتور اشرف صبحي يعني لقينا ان حجم الانجاز طفر طفره، يعني احنا مثلا من 2 3 شهور كان تقريبا حاجه و50 لو انا متذكر، انما يعني في النو تايم زي ما بيقولوه كده على طول كل حاجه بقت واضحه تمام. بالنسبه للاستاد القاهره كان في بعض المشاكل بالنسبه للسقف بتاعه، وكان الاستشاريين بقى ده شغل هندسي يعني على مستوى عالي جدا، كل مجموعات كبيره جدا اشتركت فيه من جميع الاجهزه، وكان الخيار ما بين ان احنا هل نشيل السقف ويتعمل من اول وجديد ولا يقدروا يعملوا له رينوفيشن او ان هو يعدل. ففي الاخر لقينا عشان نلحق برضو مواعيد البطوله وكده من الناحيه الفنيه ان هم ما يعملوش سقف من اول وجديد ويعيدوا صياغه ده، فده اخذ بعض الوقت، انما خلاص استقر عليه واستلمته برضو الهيئه الهندسيه واداره الاشغال العسكريه، وابتدى خلاص يمكن من الاسبوع اللي فات. وطبعا يعني كعهدنا بهم ان شاء الله هتلاقونا كل فتره كده نقول بقينا كذا بقينا كذا، الديو ديت بيبقى مظبوط بالظبط. فهم دول بالنسبه ل4 صالات الرئيسيه. واحده الحجم المتفرجين فيها اللي هي صاله الاستاد الكبرى 17,000 متفرج، صالة العاصمة الإدارية 7,500 متفرج، صالة برج العرب وصالة 6 أكتوبر ما بين 5,000 و5,200 مشجع إن شاء الله بإذن الله.